إنه أول مهرجان ثقافي يقام في قضاء شيخان. التعايش السلمي بين مكوناته كافة وانعكاساته على المنطقة أبرز محاور هذا المهرجان. ناوكي جالكي جرينجك وف ناوي هجي عندما نذكر التعايش السلمي فإننا نتذكر هذه المنطقة لأن نسيجها الاجتماعي غني بالتنوع ويعيش فيها المسلم والمسيحي والأيزيدي. هدفنا كمديرية الثقافة أن نسلط الضوء على هذا التاريخ العريق وأن نجعل هذا المهرجان عرفا يقام سنويا. أوليات تخدها برا مدارت وفي بيان بصالة بيجيان بكين شيخان نموذج أبو بيبيك جياني. شيخان نموذج للتعايش السلمي منذ أكثر من 1000 سنة. تعيش هذه المكونات على هذه الأرض وتشاركون في الأفراح والأتراح ومستمرة إلى اليوم. رجال دين مسلمون ومسيحيون وإيزيديون شاركوا في المهرجان أشادوا بالتعايش السلمي والتنوع في القضاء وضرورة الحفاظ على هذا النسيج وتوطيد مفهوم قبول الآخر. على عاتق رجال الدين المسلمين والمسيحيين والأيزيديين التجديد على مفهوم العيش الأخوي، ويحث ديننا أن نحب بعضنا الآخر ونتكاتف لبناء هذا الوطن ولا نعيش مع بعضنا الآخر فقط بل نصبح عائلة واحدة. نحن نحتاج أكيد إلى توطين مفهوم التعايش السلمي في المنطقة. المنطقة هي أكيد مكونة من إثنيات وأديان متنوعة عاشت الحلو والمر خلال التاريخ مع بعضها. أكيد اليوم نحتاج أيضاً أن نخلي الخطوات الصحيحة والأسس المهمة اللي تضمن هذا التعايش أن يستمر. منذ زمن بعيد مكونات هذه المنطقة يعيشون مع بعضهم البعض بأمن وثقة وأمان حتى قبل انتشار مصطلح التعايش السلمي، ويجب أن لا تعمم التصرفات الفردية على هذا النسيج وأن لا يؤثر على مبدأ العيش السلمي المشترك. في قضاء شيخان تتراصف منائر المساجد وأجراس الكنائس وقباب معابد الأيزيديين مشكلة لوحة جميلة تمثل أيقونة التعايش والتسامح في إقليم كردستان. لقناة زاجروز الفضائية بوارد أخاز دهور.